ازاي انت تخيل تشرف ونور انت اللي بتشرف ونور تشرف ونور سعداء جدا بوجودك معانا ربنا يكرمك ويعني انا بقالي فتره طويله جدا بحاول الحقيقه مع كابتن خالد ولكن في النهايه كابتن خالد معانا وقال لي لا بعد ما نخلص كل البطولات لانه عندنا شغل كتير جدا جدا كابتن خالد لغايه يعني لغايه دلوقتي الحقيقه يعني احنا جايبينه النهارده بالعافيه بصراحه يعني لانه كان هناك امور كثيره وعنده شغل كتير جدا ربنا يعينك يا كابتن خالد بشكرك طبعا على تواجدك معانا بشكرك على هذا العدد الكبير من الكؤوس اللي موجوده معانا بشكرك على كل شيء وعلى كل حاجه حلوه نحمد ربنا على اللي احنا فيه ووصلنا له اكيد ده مش مجهود خالد العوضي اكيد ده مجهود النادي الاهلي كله بس في الاول لازم اقول للناس حاجه مهمه جدا كابتن اسلام زعلان مني شخصيا لا معلش اولا بعتذر له جدا جدا بصراحه شديده لان انا ما روحتش عزا باباه ده حقيقه لازم اقولها للناس كلها انا فعلا بعتذر وقدام لله يا كابتن وفعلا هو عنده حق لان انا اسلام الشاطر حبيبي جدا 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 فدوام لله لكن فعلا كنت في شغل وكنت مزنوق جدا جدا فقدام مصر كلها اهو واخد بالك كده ربنا يخليك يا كابتن ده شرف ليا اسلام ربنا يكرمك طبعا الفضل لربنا رقم واحد الناس النادي الاهلي منظومه كبيره منظومه كبيره اتعلمنا فيها حاجات كتيره جدا النادي الاهلي حلاوته ان هو مجلس اداره مع اداره مع لاعبين مع مديرين فنيين هي منظومه كامله متكامله صحيح. هو اللي يعمل الانجاز مفيش فرد بيعمل انجاز في النادي الاهلي حقيقي. لكن الانجاز ده ينسب للنادي الاهلي كنادي اهلي لان النادي الاهلي هو اللي بيعمل التاريخ ده طول ما احنا دايرين في ترس النادي الاهلي في منظومه النادي الاهلي بتدور الدنيا وكله بيتبسط وهو ده النتيجه ودي اهم حاجه في الموضوع هذه هي النتيجه كلام كتير جدا واسئله كثيره جدا للنجم الكبير كابتن خالد العوضي وامور كثيره جدا هنتكلم فيها وكل جمهور النادي الاهلي كالعاده العوضي في قناه الاهلي الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها سواء على التويتر على الفيسبوك على الانستجرام اي اسئله لكابتن خالد النهارده كابتن خالد مستعد تماما للرد على كافه الاسئله الخاصه بكل الالعاب اللي حضراتكم شايفينها عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن كابتن خالد العوضي وبعد التقرير تبدأ الحلقة التفكير والتخطيط وطرق الإصلاح وكيفية الإنجاز واكتشاف المواهب ودعمها ورسم الخطط وتوفير الظروف المناسبة ومراقبة التنفيذ بشكل متواصل لينتج منظومة إدارية قوية تلبي الطموحات ولعل هذه المواهب الإدارية يتمتع بها صائد البطولات الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في القلعة الحمراء منذ نعومة أظفاره عاشق النادي الأهلي وعاشق لعبة كرة اليد والذي بدأ حياته لاعبا في فريق اليد منذ أن كان عمره 8 سنوات حتى تاريخ اعتزاله بعد أن بلغ 32 عاماً ليتجه للجانب العملي والإداري والتدريبي والإعلامي في النادي الأهلي وخارجه حقق نجاحات كبيرة طيلة مشواره حتى تسلمه مهمة مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء التي شهدت طفرة عظيمة في كل الألعاب على صعيد البطولات والإنجازات تميز العوضي في صفوف يد النادي الأهلي بمركز حراسة المرمى كما حرس عرين المنتخب الوطني لكرة اليد وحقق إنجازات ونجاحات كبيرة في الجانب الإداري تولى منصب المنسق العام لبطولة العالم للأندية لكرة اليد عام 2007 وعمل مساعداً لمدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي بمدينة نصر في الفترة منذ عام 2008 وحتى 2013 في عام 2016 تولى منصب مدير بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد ثم عقبه توليه مديراً فنياً لفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي حتى عام 2017 كما عمل نائباً لرئيس الاتحاد المصري لكرة اليد منذ 2017 وحتى 2019 عمل في المجال الإعلامي وقدم برنامج ألعاب الصالات وحصاد الأبطال من على شاشة قناة النادي الأهلي موسم استثنائي وتفوق واضح لألعاب صالات الأهلي هذا الموسم مجهود كبير يحسب لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب الذي يدعم كل فرق النادي الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية ومجهود جبار للكابتن خالد العوضي الذي وضع هذه الألعاب على الطريق الصحيح